السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي الحبيبات، اليوم بإذن الله تعالى سوف نقوم بالإجابة عن تدريبات الدرس المفعول لأجله، ولكن قبل ذلك من تذكرنا بمفهوم المفعول لأجله؟ أحسنتي، هو مصدر منصوب يؤتى به لبيان سبب حدوث الفعل الذي قبله، ويمكن أن نستدل عليه من خلال الجملة بسؤال يبدأ بلماذا؟ هيا بنا للإجابة عن هذه التدريبات. السؤال الأول، عيني المفعول لأجله فيما يأتي. قال تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء. أين المفعول لأجله في هذه الآية؟ أحسنت، كلمة خوفا. ولكن كلمة طمعا هي اسم معطوف على خوفا. الجملة الثانية، نستعمل المصابيح الاقتصادية توفيرا للطاقة. أين المفعول لأجل في هذه الجملة؟ أحسنت، توفيرا. جيم، بكى المهاجر شوقا إلى وطنه. أحسنت، شوقا. دال، تتفقد الأم أسطوانة الغاز حفاظا على سلامة العائلة. أين المفعول لأجل في هذه الآية في هذه الجملة؟ أحسنت، حفاظا. هاء، جلس الأبناء في الحاكورة استمتاعا بجمالها. أحسنت، استمتاعا. واو، قال الفرزدق مادحا: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. أين المفعول لأجل في هذا البيت الشعري؟ أحسنت، حياء. رعاك الله. السؤال الثاني، أجب عن الأسئلة الآتية مضمنا إجابتك مفعولا لأجله مناسبا. ألف، لماذا تذهب إلى المدرسة؟ فكري جيدا. أحسنت، أذهب إلى المدرسة طلبا للعلم. باء، لماذا نعتني بنظافة أجسامنا؟ أحسنت، نعتني بنظافة أجسامنا حبا في النظافة. جيم، لماذا تعقد المسابقات الثقافية في المدرسة؟ أحسنت، تعقد المسابقات الثقافية تطورا للتعليم. دال، لماذا ينضبط الطلبة عند رفع العلم؟ أحسنت، ينضبط الطلبة عند رفع العلم احتراما له. السؤال الثالث، ويقول: اجعل كل مصدر من مصادر الآتية مفعولا لأجله في جملة مفيدة من تعبيرك. فكري جيدا. أحسنت، نقول: أحترم الضيف إكراما له، أبتعد عن مصاحبة رفاق السوء اتقاء لشرهم، سمعت الشعر إعجابا به، نقف عند دخول المعلم إلى الصف توقيرا له، لا أخرج من المنزل عندما تمطر بغزارة حذرا من السيول. أحسنت. السؤال الرابع، أعرف ما تحته خط فيما يأتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعربي كلمة إيمانا وأعربي كلمة غفر. فكري جيدا. أحسنت. إيمانا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. أما كلمة غفر يذكرنا في درس أحسنت الفعل المبني للمجهول، وهنا مضموم أوله ومكسور ما قبل آخره، وهو فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. أحسنت. الجملة الثانية: نقف إجلالا لأرواح الشهداء. فكري جيدا. أحسنت. إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. لأرواح، أحسنت، اللام حرف جر، وأرواح اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، والشهداء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أحسنت. الجملة الثالثة: استعملي حزام الأمان حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين. بدأت هذه الجملة بفعل أمر، وهذا الفعل الأمر اتصل به ياء المخاطبة. إذن نقول فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة، وياء المخاطبة هنا ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. إذن ما إعراب حزام؟ أحسنتي، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والأماني، أحسنتي، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما كلمة حفاظا، أحسنتي، مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو تنوين الفتح الظاهر على آخره. تلاحظين أن هذه الجملة احتوت على مفعول به ومفعول لأجله. بارك الله فيك، رعاك الله. قومي بتوثيق هذه الإجابات على دفترك الخاص وصوبي الأخطاء. إلى اللقاء في درس جديد معلمة المبحث أماني رمضان.